بيراميدز وكمان وثقة فيوتشر قصاد طلائع الجيش. نروح بقى معاكم لاتحاد الكورة واللي بدأ بالتنسيق مع لجنة الحكام ان هو يدور عن طاقم تحكيم اجنبي لمباراة القمة ما بين الاهلي والزمالك في نهائي بطولة كاس مصر لموسم 2021 والمحدد ليوم 21 يوليو اللي جاي. تأهل فريق نادي الاهلي لنهائي بطولة كاس مصر في نسختها القديمة بعد ما فاز على بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة اللي اقيمت امبارح. نروح معاكم بقى لاخبار النادي الاهلي وهيبتدي الفريق بقياده البرتغالي ريكاردو سواريش الاستعداد لمباراه الجونه والمقاره ليها يوم الثلاثاء اللي جاي في بطوله الدوري الممتاز واللي هتقام في الغردقه بعد ما اغلق الجهاز الفني ملف مباراه بتروجيت اللي اقيمت امبارح في نص نهائي بطوله كاس مصر. اكيد بيرغب الجهاز الفني للفريق بقياده المدرب الجديد ريكاردو سواريش ان هو يجهز التجهيز البدني الصح يعني لمباراه الجونه في ظل ضغط المباريات المتلاحم للفريق محليا.